منور يا دكتور. اهلا مساء وسهلا يا الله دكتور. الخير دكتور احمد. اهلا وسهلا، ليلة جميلة بوجودك يا فندم. بوجودك والله احنا شيء لطيف جدا، اضافتك القيمة يا دكتور احمد دايما. تفضل يا دكتور. الله يخليك يا فندم. احنا لايف دلوقتي يا فندم. تمام. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضراتكم بخير. أحباب الكرام، السيدات والسادة، رمضان كريم. أهلا وسهلا بشهر الرحمة والمغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا في هذه الليلة الكريمة سوف نتحدث عن شهر كريم كما تجلى في عالم الأدب واللغة والتراث والفلكلور والموروث الشعبي، ومعنا كوكبة عظيمة وجليلة من الأساتذة الأجلاء سوف يدلون بدرويهم كل في مجاله. طبعا كان في البداية أو منذ البداية كان لابد من رمضان بعد 11 شهرا قضاها المرء في جهاد العيش كما يقولون متنمر الشهوة مستأسد الهوى. الواقع أن هذه النظرة إلى معنى الصوم في رمضان، يعني أن رمضان واحة ضليلة يأوي إليها المسلم بعد رحلة المعاناة والكدح والإغال في أعماء المادة. ومعنا الآن في هذا الشهر نفرح أو نفرح جميعا كهنة في هذه الراحة الجميلة المباركة، كل أعباء الطمع وكل أوهاق الأسرة أو تعب الأسرة وكل آثار التيبس الروحي ليستقبل لنا أو ليستقبل أو ليستقبل جميعا في رمضان جنة النفس وسماء الفكر وربيع الوجدان. الحقيقة سوف ليس عندي ترتيب معين في تقديم الأساتذة الأجلاء اللي يسمحوا لي، يعني كما هو يعني متبع لا يوجد هناك أي يعني خفض في التسلسل، ولكن ممكن يسمح لي أستاذي الجليل الدكتور محمود نحلة، وهو أستاذ جليل أستاذ علم اللغة بجامعة الإسكندرية، ويعني أحد المؤسسين الكبار للدراسات اللغوية في الوطن العربي، وكان وكيلا طبعا يعمل وكيلا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكان أستاذا زائرا في كثير من الجامعات العربية والأوروبية، وله دراسات كثيرة يعني يعرفها القاصي والداني. يعني نستسمح سيادته أن يبدأ مداخلته الخاصة برمضان والصوفية. ابدأ يا أستاذنا، تتكرمت أستاذ الدكتور محمود نحلة معي. أستاذ الدكتور محمود. أستاذ الدكتور يبدو انه غير محمود. متصل. يبدو ايوه لا لا يوجد. معك، لا معك الان. موجود معانا مساء يا الخير، فندم، مساء الخير يا موجود. استاذ، مساء مساء الخير يا الخير، اهلا دكتور وسهلا بك. محمود. دكتور تفضل محمود يا واصل استاذ. كويس؟ كان تفضل يا المايك الحمد لله على مقفول. السلامه. طبعا الله استاذ يسلمك، انا الكريم كنت موجود، كنت موجود انت وسمعت كلام ودائما الاستاذ ودائما الدكتور احمد. موجود يا استاذ، الله ودائما يبارك موجود. فيك، بارك طبعا الله كما فيك. تعلمون جميع اساتذتنا الكرام، نظرا للزخم في شهر رمضان، وكل من اساتذتنا الكرام عندهم ما عندهم طبعا من هذا العلم الواسع الجليل، ارجو ان نلتزم جميعا بعشر دقائق لكل استاذ جليل، وان شاء الله يستطيع ان يقول فيهم ما يريد. تفضل يا استاذي. تمام، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وعليكم مساءكم السلام. بكل خير. وعليكم السلام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تحياتي وتقديري لكل المشاركين في هذه الندوة الرمضانية المباركة والقائمين عليها وجمهور الحاضرين، وخالص الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور أيمن تعيلة أحسنتم. يعني على تقديمه الطيب، والشكر موصول للأستاذ الدكتور أحمد درويش رئيس هذه اللجنة، وشكرا له على الحضور ولفريق توفيق. العمل أيضا في أمانة المؤتمرات. مشاركتي في هذه الندوة عنوانها مظاهر التفرد في الشعر الصوفي. في البداية أحب أن أقول إن التصوف الإسلامي تجربة شديدة التفرد والتميز، لا يدانيها في تفردها وتميزها تجربة أخرى. فالمتصوفة خالفوا عامة المسلمين في نظرتهم إلى الدنيا،
وخالفوا عامة الفقهاء في نظرتهم إلى الدين، وخالفوا الفلاسفة والمتكلمين في نظرتهم إلى الله والإنسان والعالم. جميل. قطعوا ما بينهم وبين نعيم الدنيا ومتعها بالزهد فيها، وقطعوا ما بينهم وبين لحظة عشان الكاميرا بس، تفضل تفضل. وقطعوا ما بينهم وبين الفقهاء الذين صرفوا همهم إلى التقعيد لظاهر الشرع فأفرغوه من روحانيته كما يقولون، وآثروهم الاهتمام بظاهر الشرع وباطنه، ورأوا ذلك من كمال التأدب مع الله، فلم يقيسوا طاعة العبد لرب بمطابقة فعله لأحكام الشرع فحسب، بل ضموا إليها ما ينطوي عليه الفعل من إخلاص وبعد عن الرياء والسمعة، وزادوا على ذلك فأوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الشرع، وحرموا على أنفسهم ما لم يوجب الشرع تحريمه، وكانوا في ذلك مجاهدين للنفس ومزكين لها ومطهرين لها. وقطعوا ما بينهم وبين الفلاسفة والمتكلمين في تصورهم للألوهية وللصلة بين الله والعالم والله والإنسان، لأنهم فيما يرون يعتمدون على الدليل العقلي في الحكم على صحة العقيدة، والدليل العقلي يمكن هدمه بدليل عقلي آخر، فاختاروا منهجا ذوقيا في معرفة الله وتوحيده، ورأوا أن العلاقة بين الله والإنسان ليست علاقة عابد بمعبود، لكنها علاقة محب بمحبوب. ومما يتفرد به الشعر الصوفي أن التجربة الصوفية تمتزج عندهم بالتجربة الشعرية، فكلتاهما تجربة ذاتية وجدانية يعيشها الشاعر والمتصوف، يمتزج فيها الفكر بالشعور امتزاجا تنشأ عنه وحدة فنية فريدة تكشف عن حس مرهف وعاطفة مشبوبة وفكر وثاب ولغة مفارقة للمألوف والمعتاد، مفعمة بالتعبير الصادق النافذ إلى شغاف القلوب. فإذا التقت في شاعر متصوف أوفى على الغاية إبداعا وإمتاعا. ومن ثم كان زكي مبارك على حق حين هتف في عبارة جامعة قائلا: لا أدب إلا الأدب الصوفي. أقول: فإن أردتم دليلا على ذلك فدولكم ابن الفارض نموذجا فريدا للشاعر الصوفي الذي امتزجت في شعره التجربتان الصوفية والشعرية، ودونك ابن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق، وغيرهما من أقطاب الشعر الصوفي كثير. ومما يتفرد به الشعر الصوفي أنه يقترن بالإنشاد في مناسبات مختلفة أهمها المناسبات الدينية وبخاصة رمضان، والإنشاد قيمة إبداعية مضافة إلى الشعر الصوفي بما يضيفه المنشد من عذوبة وقدرة على إثارة المشاعر وإشاعة جو يعبق بالسمو الروحي وبما يعمد إليه من فنون الارتجال والترديد وما يصاحبه من نغمات الموسيقى بمهرة العازفين وما يؤدي إليه كل ذلك من تجاوب جماعي بين المنشد وجمهور الحاضرين على اختلاف فئاتهم فينصهرون في بوتقة واحدة من الطرب والاستمتاع توحدهم وتجمع بينهم، معبرين عن الاستحسان وطالبين الاستزادة. مما يتفرد به الشعر الصوفي أيضا أنه يقترن أيضا بالسماع، لكنه سماع مختلف عما يحدث عند الإنشاد، فالسماع عندهم نسمة روحية تنشرها نفحة إلهية في أصوات تعمل على إثارة ما في القلوب من أشجار، ولهذا يقتصر حضوره على الصوفيين دون غيرهم، فلا يحبون أن يكون مجلس سماعهم عرضة لرؤية غيرهم. ومن شروطه
ألا يطلبه المريد لنفسه، لأن ما كان من النفس فهو شهوة ترضي صاحبها إن أجابه، وأن يفرغ قلبه من الانشغال بالدنيا، وأن يكون له من قوى الإدراك ما يمكنه من قبول الواردات الإلهية، فلا منفذ إلى القلوب كما يقول الغزالي إلا من طريق السماع. وأهل السماع يتفاوتون في حال سماعهم، فمنهم من يغلب عليه الحزن فيصل به إلى الأنين أو البكاء أو الشهقة أو الغيبة عن الوعي أو الاضطراب، ومنهم من يغلب عليه الرجاء والفرح والاستبشار فيصل به إلى الطرب والرقص والتصفيق. فهو انتقال من حال يكون عليها السامع إلى حال ينقلها إليها القوال، والقوال في السماع نظير المنشد في الإنشاد. وهذا الانتقال يفضي به إلى الوجد، والوجد حال تطرأ على السامع نتيجة استيلاء معنى على قلب من فيما يسمع، فيشعر أن قلبه معلق بالحق، وتغلبه نوازع الشوق إليه والحب له، وحينئذ تصدر عنه شهقة أو رعدة، أو تفيض عيناه بالدموع، أو يغشى عليه فيغيب عن نفسه وعن كل ما حوله. ولهذا قالوا: كل سماع لا يكون عنه وجد فليس بسماع. يروون أنه لما دخل ذو المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعهم قوال، استأذنوه أن يقول بين يديه شيئا فأذن، فابتدأ يقول: صغير هواك عذبني، فكيف به إذا احتنك، وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. فقام ذو النون فسقط على الأرض والدم يقطر من جبينه. وسمع أبو الفتح الصوفي هذا البيت: وجهك المأمول، غايتنا وجهك المأمول، غايتنا غايتنا وجهك المأمول وجهك المأمول غايتنا غايتنا وجهك المأمول حجتنا، يوم يأتي الناس بالحجج. فأخذه الوجد فصاح، ودق صدره إلى أن غشي عليه فسقط. فلما انقضى المجلس حركوه فوجدوه ميتا. وحضر الشبلي يوما مجلس سماع غنى فيه قوال شيئا، فصاح الشبلي والقوم سكوت، فلامه أحد الحاضرين على ذلك، فقام فتواجد وأنشد: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. ثم أنشد على أثره: لي سكرتان وللندمان واحدة، شيء شيء قصصت به من من بينهم دوني وحدهم. وفي السماع تتعدد تأويلات النص بتعدد السامعين وفقا لأحواله الروحية، فكل صوفي يفهم منه معنى يغاير معناه الأصل من خلال معرفته الذاتية عبر فعل التذكر. فالمعنى لا يأتيه من نظم الكلمات، بل من وقعها على النفس وما تحركه من مشاعر، فكأنها مثير ينتج عنه استجابة. والمثير هنا هو اللغة التي لها قدرة قادرة على النفاذ إلى موطن الأسرار من القلوب. ولا تكتمل مظاهر التفرد في الشعر الصوفي إلا بالحديث عن المحاور الثلاثة التي يدور حولها الشعر الصوفي، وهي الحب الإلهي، وحدة الوجود، والمدائح النبوية. ولكن الزمن لا يسمح بالحديث فيها، مع أنني أعددت حديثا لذلك، لكن أكتفي بهذا القدر، وأشكر لكم حسن إصغائكم، وأشكركم جميعا، والسلام عليكم شكرا. ورحمة الله. وعليكم شكرا السلام. دكتور، الله عليكم صدفوك. السلام. عليكم أحسنت السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا قوال. أحسنت يا أستاذنا الدكتور محمود نحلة، لقد يعني أوجزت وقلت.
شكرا جزيلا لحضرتك. رمضان رياضة للنفس بالتجرد، وثقافة للروح بالتأمل، وتوثيق لما وهى أو لما وهي بين القلب والدين، وتقريب لما بعد بين الرفه والمسكين، وتأليف لما نفر من الشمل الجميعي، وتنبية لما يبث من الرحم القريبة، ونفحة من نفحات السماء تفعم دنيا المسلمين بعبير الخلد وأنفاس الملائكة. هذا الجو الصوفي البديع الذي يتندى علينا بقطرات وأنسام روحانية في هذا الشهر الكريم. ننتقل إلى مظهر آخر، ورمضان 30 عيدا وليس 30 يوما، يعني ننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر رمضان الكريم، مظهر قومي رائع مع الشاعر أحمد عنتر مصطفى. والشاعر أحمد عنتر مصطفى مصر أن يكون أحد شعراء اليقين القومي، وبالفعل هو أحد شعراء اليقين القومي، وتعد ثقافته العربية الأصيلة وثيقة الصلة بالتراث العربي من أهم ملامح قصيدته وتجربته، أو التراث العربي حال جدله مع الواقع، يعد أحد العلائم أو إحدى العلائم الكبرى في تجربته ومشروعه الشعري. هو أحد فرسان قصيدة فعيلة. أحمد عنتر مصطفى له دواوين كثيرة، مأساة الوجه الثالث، مرايا الزمن المعتم، أغنيات دافئة على الجليد، قليل الصمت التي لا يموت أبدا، حكاية المدائن المعلقة، وزيارة أخيرة إلى قبر العائلة. أيضا أحمد عنتر مصطفى يعني له أو أحد الذين فازوا بهكذا تكلم متنبي في جائزة عبد العزيز سعود البطين على مستوى العالم العربي في الدورة 16. أنا الآن ننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر رمضان، وهو مظهر قومي، الحس الشعبي. رمضان كما تجلى بالحس الشعبي في الشعر العربي. تفضل يا أستاذ شاعرنا الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. خالص الشكر والتحية لمن لكل السادة الأفاضل، أساتذة الأجلاء، والذين يتابعون معنا هذا البث المباشر. كل عام وأنتم بخير. سأحاول في هذه العجالة أن أتناول المظاهر الشعبية أو الحس الشعبي في رمضان من خلال من نافلة القول، وأترك ذلك لأساتذة الأجلاء، أهمية شهر الصوم وحكمة الصوم ولكن أقول إنه تم الاحتفاء برمضان وإحيائه وإحياء لياليه دينيا منذ فرض الصوم، وفي القرون الأولى أو في 100 سنة الأولى من تاريخ الإسلام أو الأدب الإسلامي كان الاحتفال برمضان مقتصرا على الجانب الديني والابتهال والتبتل واستخلاص العبر مع مرور الأيام حصل أقفز قفزة للعصر الفاطمي، حيث بدأ مع العصر الفاطمي بعض المظاهر، أو عندما دخل الفاطميون مصر وجاء المعز لدين الله وبنيت القاهرة تحول رمضان إلى مهرجان شعبي، فكثرت الليالي والموالد وتطورت مظاهر الفرح وتحولت إلى حلوى طبعا الأدب العربي وجود الحلوى في رمضان موجودة من العصر العباسي، ولو قرينا ابن الرومي بالذات وهو كان أكول، ابن الرومي مثلا
كان يضيق برمضان، يضيق برمضان، يقول: إذا بركت في صوم لقوم دعوت لهم فطويل العذاب، وما التبريك في شهر طويل يطاول يومه يوم الحساب، فلا أهلا بمانع كل خير، وأهلا بالطعام بالشراب وبالطعام بالطعام بالطعام وبالشراب. هذا الجانب سنجد في الأدب العربي عند في المستطرف من كل فن، في كل فن مستطرف، أو في البحلاء عند الجاحظ، بعض وكثير كثير من الحكاية والروايات عن شهر رمضان بالنسبة لبعض البخلاء، بالنسبة للناس الذين على منوال ابن الرومي، يرون في شهر رمضان ثقلا على النفس من فيما يتعلق بطرائقهم وسلوكياتهم إزاء الطعام أو الشراب. ولكن أنا يعني عايز يعني أصل إلى العصر الفاطمي وظهور المسحراتي، والمسحراتي قديم طبعا، وكنت أتمنى إن يتسع الوقت للحديث عن نشأة المسحراتية والقوالة الذين كانوا موضوع يرتجلون مهم. يرتجلون أبيات من الشعر في أثناء مرورهم الليلي على البيوت وعلى الأزقة وفي الشوارع، ولا زال مظهر من هذه المظاهر في القرى وفي المدن أحيانا المصرية. برضو أقفز إلى نقطة تانية، إن مع ظهور هذا المسحرات مثلا، أنا في بيتين مثلا قالهم، بيتين عندي هنا، إن كان في ستات بتسحر بتقول لأجل الشعر أيضا، مع دخول العامية في الشعر أو اللهجة المصرية في الشعر، وفي ليالي الرمضانية كثر الذين يكتبون الأسجال العامية عن ليالي رمضان وعن مظاهره في الكنافة وفي القطايف، والأمثلة كبيرة في الأدب العربي كثيرة من زمان فيما يتعلق بالحلوى. لكن مثلا أنا نجد شاعرا مثل شمس حسين شفيق المصري، اللي هو أبو نواس الجديد وهو لقبه، في قصائده التي سميت بالمشعلقات، التي كان يعارض فيها بشكل حلمنتيشي شعراء العربية الكبار من ابن القيس وطرفة والأعشى وغيره، هذا الرجل الذي كتب معارضا كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي لامرئ وقصته القيس. الوندر والقيس وغيره، لا قصته لزينب: دكان بحارة منجدي تروح بها أقباص عيش مقدد، بعرض بها طرفة طبعا. لكن له قصيدة جميلة جدا فيما يتعلق برمضان، قصته اللي بيعرض فيها مروان بن أبي حفصة في القصيدة اللامية المشهورة: ألا ما لسيدتي ما لها، أدلا فأحمل إدلا لها. فبيقول في القصيدة: ألا ما لسيدتي ما لها، أدلا فأحمل إدلا لها، أظن الولية زعلانة، وما كنت أقصد إنها لها، أتى رمضان فقالت: هاتولي زكيبة نقل فجبنا لها، لها ومن قمر الدين، ومن قمر الدين جبنا سلاسل فائفة تطعم شيئا لها. فقل لي على إيه بنت الذين بتشكي إلى أهلها حالها، على تقول لهم: جوزي هذا فقير، كأني أضعت لها ما لها. ماذا؟
ولا والنبي لا أخاف أباها ولا عماها ولا خالها، ولا خالها. ولو كانوا ناسا من اللي في بالي لما سمعوا قط أقوالها. نعم. جارتها زعلت جوزها، فجاب العصايا وإدى لها. هذا الحس الفكاهي كان يسود المجالس الرمضانية والجلسات إلى عهد قريب. يعني أنا أذكر إن أنا حضرت إحدى هذه الجلسات مع شاعر كان زجال كبير اللي هو عبد السلام شهاب، وكان هيعمل في جريدة الأهرام، وكانت بينه ملاحاة وبين محمود رمزي نظيم وغيره من الشعراء اللي الذين في ليالي رمضان كانوا يبيدون هذا النوع من الفن. طبعا لا ننسى طاهر ابو فاشا، ولا ننسى ايضا من معاصرين الاخ الدكتور مصطفى رجب، وهو في هذا الجانب من الشعر حلم الكيشي رجل مفوه وله رياده في اشياء كثيره. اللي عايز اقوله فيما يتعلق بنقطه مهمه جدا، من الشعراء الذين ذكر لهم انهم كانوا نالوا رمضان بشيء من التندر او شيء شوقي في قصته رمضان، واتيها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاقي. البيت الاولاني قد يؤخذ على شوقي بشكل، لكن من يقرأ القصيدة يجدها صادرة عن حس ديني وجميل ورائع وصافي. البيت التالي في القصيدة بيقول رمضان ولا أتيها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أطوله على قلاتها وأقله في طاعة الخلاق. الله 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 غفار الذنوب جميعها، إن جميل كان ثم من الذنوب بواقي. جميل ومن نعم يذكر شوقي مثل هذا البيت ينسى أن شوقي له نص جميل جدا: يا مديم الصوم في الشهر الكريم، صم عن الغيبة يوما والنميم. قصيدة برضه لشوقي فيما يتعلق بشهر الصوم، ويغلب عليها النصح والتبتل الديني وكده. ده شيء، لكن كثير في أدبنا العربي، وعند أبو نواس وعند بشار بن برد، بشار يقول: كل شهر الصيام أنحلت جسمي، إن ميقاتنا طلوع الهلال. اجهد الآن كل جهدك فينا، سترى ما يكون في شوالي. طبعا الحس الباسم والضاحك في هذه الأبيات، يعني وأبيات مثلها كثيرة، والمجال متسع لأكثر من يعني من تمام لكن حاولت بقدر الإمكان أقول جانب تمام معاكس أو الوجه الآخر للعملة رمضان الدين والصيام، ولكن أيضا فيه الفكاهة وفيه المجالس الإخوانية، وتكسر فيها التنافس وبين الشعراء وهكذا. شكرا جزيلا، وأرجو أن أكون أثقلت عليكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شاهدنا الكبير أحمد عنتر مصطفى، أتحفتنا بقصائد رمضانية روحانية روحانية ومجازات يعني شعرية تأخذ الجانب المرح والفاكه والشعبي والحس الشعبي والقومي من شهر رمضان الكريم. لا رمضان عفوا عفوا يا دكتور، نعم من يقرأ ديوان المسحرات نعم للشاعر فؤاد حداد نعم ويقرأ مثلا قصيدة أو الليلة اللي بالمسحرات، بيقرأ فيها قصيدة الاستمارة تمام المشهورة. هياتي هذا الجانب عند احمد عبد الحميد ان شاء الله، هيتناول والله نتكلم الدراسه عن عنه. فؤاد شكرا بالفعل يعني. شكرا، فيها شيء حس عظيم. انتقادي، يعني فيها حس رمضان انتقادي. رمضان يا حلو الشمائل يا سمير الشعري، يا من تزين بالنجوم حياتنا كجواهري، يا من تفنن في ترنمه تفنن ساحري، يا من يعاف الشمس ايثارا بنجوى الساهري، يا من تلألأت الموائد فيه مثل منائري، يا من تدفق بالمواعظ كالإله الغافري. رمضان كريم. أنتقل الآن إلى مظهر آخر من مظاهر رمضان العظيم، هو مظهر شديد أو وثيق الصلة بالجانب الاجتماعي في حياتنا اليومية،
وهو يؤكد أسباب المودة بين أعضاء الأسرة المسلمة للتواصل والتعاطف، وبين أفراد الأمة أيضا بالتزاور والتآلف، وبين أهل الملة بذلك الشعور السامي الذي يغمرهم في جميع بقاع الأرض بأنهم يسيرون إلى غاية الوجود قافلة واحدة ممتزجة الروح، متحدة العقيدة، متفقة الفكرة، متشابهة النظام، متماثلة المعيشة. اتفق الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الأستاذ الكريم الذي له باع طويل في الكتابات الصوفية. وهو محمد فضل بدران طبعا عالم معروف، هو الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، وشاعر وناقد وحائز على جائزة الدولة التقديرية، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا، وله كتاب جليل حقيقة عندما كنا نعمل معا بجامعة الإمارات العربية عن النقد والبلاغة في تراث أبي العلاء المعري. الدكتور محمد الفضل بدران له كتاب قيم هو أدبيات الكرامة الصوفية، دراسة في الشكل والمضمون، ولقد شرفت عندما كنت رئيسا لتحرير مجلة كتابات نقدية بأن نشرت هذا الكتاب القيم. أنتقل إلى الأستاذ الدكتور محمد الفضل بدران كي يحدثنا عن ملمح آخر من ملامح رمضان اليومية في حياة الناس اليومية. تفضل يا أستاذنا. كل الشكر والتقدير لأخي الأستاذ الدكتور أيمن تعالب على هذا الإعداد وهذا التقديم وهذه الإدارة أيضا الحاسمة الناعمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال خبرة إدارية كبرى. واسمحوا لي أيضا أن أحيي هذه الكوكبة من علمائنا وشعرائنا ونقادنا، وتحية خاصة إلى أخي الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام، وإلى هذه الكوكبة التي تعمل معه بقيادة أخي الأستاذ وائل حسين شلبي والأخ إبراهيم والأخت آية، وهذه الكوكبة التي تعمل ليل نهار حقيقة، وأنا أعلم كيف يقضون جل أوقاتهم في مكاتبهم من أجل بث هذه الندوات المفيدة إن شاء الله. كل التحية أيضا والتقدير لأخوي الناقدين الكبيرين الأستاذ الدكتور أحمد درويش والأستاذ الدكتور يوسف نوفل على هذا الإعداد من خلال هاتين اللجنتين الكبيرتين والمفيدتين أيضا. وكل الشكر أيضا لأخي الأستاذ الدكتور محمد يونس والأستاذ الدكتور محمود نحلة وشاعرنا الكبير الأستاذ أحمد عنتر، أخ الصديق عبد الحميد، وكل من يتابعوننا عبر هذا الفضاء الكوني. لكم كل التحية وكل العام أنتم بخير. وعودة إلى ما بدأه الصديقان الدكتور محمود نحلة والأستاذ أحمد عنتر، وأعتقد أنهما قد قالا جل ما تمنيت قوله، ولذلك سأترك ما قالاه لأنهما قال كل جميل، ولكني اسمحوا لي قبيل أن أبدأ أن أحاول كما كنت دوما مع الدكتور محمود نحلة في مصر وخارجها نتحدث دوما في اللغة. لقد قال بيتين شعريين: صغير هواك عذبني فكيف إذا به احتنك. وحقيقة احتنك دارت حولها مناقشات أود أن يوضحها أخي الدكتور محمود نحلة، ما المقصود بهذا الفعل؟ بالفعل احتنك بعد إذن نعم سعادتك. يعني أستاذ الدكتور تفضل. محمد، أنا سعيد أولا بوجودي الله معك، يكرمك يعني يا دكتور محمود. وأنا
يعني في غاية السعادة حقيقة. يعني بارك فيك. احتنك احتنك يعني استولى على القلب، وهي كلمة قرآنية يعني نعم، جاءت القرآن، نعم، في آية سياق قرآنية. الجيش، لأحتنكن ذريته إلا قليل، هي نعم. بمعنى استولى على القلب. يعني فكيف هو كان صغيرا، ثم فكيف به إذا تمكن من القلب واستولى عليه؟ هذا معنى نعم، معنى ولكني حقيقة سمعت رأيا آخر، لا أدري أيضا رأيك فيه، إذا أذن الدكتور أيمن بهذه المحاورة، ده شيء حتى جميل، ده نكسر يعني حوار حاجز، بديع، حوار بديع يا أستاذ محمد. حتى نكسر حاجز المحاضرة. احتنك لدينا في الأدب الشعبي أو في الحياة الشعبية، نحنك الطفل الصغير، بمعنى بالتمرة أن يحضر كبار السن بعض التمر أو الرطب ويوضع في فم الطفل، فربما كان هذا هو المعنى الذي قصده الشاعر، لأن هذا الطفل أو هذا الهوى الذي كان طفلا صغيرا عذبه، فكيف إذا ما نما وإذا ما احتنك. لكن إذا ما جاء الدكتور محمود نحلة وقال في اللغة فسمعا وطاعة. ما رقم ما أنت من أهل اللغة أيضا. بارك الله لك. الشيء الآخر الذي قاله أخي الأستاذ الشاعر الكبير أحمد عنتر، الصديق العزيز الذي نفخر به وبشاعريته، حينما تحدث عن بعض الشعراء الذين تحدثوا عن شهر رمضان، واسمحوا لي أن أقول رأيا، آمل أن آخذ آراءكم تجاهه، وهو أننا لم نجد شعرا كبيرا يعتد به في شهر رمضان، أقصد شعر الفصحى، وأن ما قيل في شهر رمضان من شعراء كبار أو صغار كان أقرب إلى النظم منه إلى الشعر. أستاذ ربما الدكتور يكون محمد، هذا الرأي، منها قصيدة المختار بالبر صمت وأنت صائم وبذمة الله العلية تفطر، قصدته في المتوكل الرائية. إذا كانت في المتوكل يا أستاذ أحمد، يعني كانت قربة للمتوكل ولم تكن فاتك قربة قراية كده. لسهم. لا، أنا أفهم ملاحظة الدكتور أبو الفضل، وهي ملاحظة قيمة تمام، صح، مؤداها أن رمضان في ذاته، أن الصيام في ذاته عمل يتقرب به الإنسان إلى الله، نعم، لكنه ليس عملا ممتعا ولذيذا ومشوقا تتم العودة إليه شعرا. ومن أجل نعم، هذا كان الشعر يتمحور حول ليالي، حول الفترة التي ليس فيها صيام، نعم، فالشعر صحيح، نعم، يتحرك في مرحلة البهجة والطعام والحلوى في المساء، نعم، لكن نعم، النهار يظل صبرا وعبادة وتأملا دون شعر. هذا ما أظن نعم. ما يريد أن يلمح عليه ناقدنا الكبير وتقريبا أنتم تعرفون أن الناقد ويعني هؤلاء النقدة عندما يتحدثون، فأهم شرط في الناقد أن يكون ذكيا نابها، وهذا يعني ما لمسناه دائما في الدكتور أحمد أستاذ درويش الدكتور الذي أستاذ الدكتور نتعلم دوما. محمد نعم، أستاذ الدكتور محمد أبو الفضل، أستاذ اتفضل الدكتور دكتور أحمد أيمن. درويش، أستاذ الدكتور أحمد درويش طبعا بلمحيته العبقرية دائما نعم، لمح هذا كناقد كبير. ربما هذا ذكرنا أيضا بكلمة كريمة ودقيقة ونافذة للأديب الكبير، أن يكون عصيانا للنفس في طاعة الله وحرمانا للجسم في مبرة نعم، الروح ونكران للذات في معرفة الناس. يعني في مقاومة بالفعل، يعني مقاومة يمكن كمان عنيفة ضد الذات الدكتور أيمن ذكرني، لو أننا وضعنا مثلا فرض
الحج وما قيل في الحج، سوف نجد إن ما قيل في الحج أضعاف أضعاف القصائد التي قيلت في شهر رمضان، وربما يعود هذا إلى ملحوظة قيمة. الرحلة في الحج، أنها تبدأ من أماكن بعيدة، والشوق إلى رؤية الكعبة والشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ارتبطت بالمديح النبوي وبالأماكن المقدسة وبهذه الروحانيات. ربما كان الحج بموضوعاته المتعددة أقرب إلى الشعراء منه إلى الصيام. هذا يعني كما قلت يعني ملحوظة أولى. نعم. الملحوظة الثانية، إني قد وجدت إن العامية احتفت شهر رمضان وبالصوم، لا أقول أكثر بل أقول الأكثر تعبيرا عن شهر رمضان كان باللغة العامية أو بالدارجة كما نقول، ولعل الأغاني الشعبية، ولعل أيضا هنالك فن وهو فن المسحرات الذي أيضا قد نشأ جديدا على الزائقة العربية ولم يكن موجودا من قبل. وجدنا إن هذا المسحرات يبتدع نصا ربما يختلف عن النص الذي يقوله في الليلة السابقة والليلة اللاحقة، مرتجلا هذا النص كما سمعته عندما كنت طفلا من الشيخ خليل عبد جلال، وكان هذا الرجل هو مؤذن القرية قبل أن يوجد الميكروفون، لأنه لم تكن هناك كهرباء في قريتنا، فكان يرتجل هذا الرجل وهو يمشي في أزقة قريتنا نصوصا شعرية عامية مع إدخال الفصحى، يعني عوان بين هذا وذاك، ويأتي هذا الرجل بنصوص شعرية جديدة، بمعنى إنه إذا ما دخل إلى شارع أو أنتم يعني في القرى نحن أزقة دائما نقول سكة أو شريعة ناصب بدران، إذا القصائد سوف تكون نونية النهاية، وإذا ما دخل إلى مثلا شريعة أحمد عنتر فسوف تكون رائية الروي، وكأنه كما قلت يرتجل نصوصا شعرية مختلفة كل ليلة. ثم يأتي هذا الرجل لكي يصعد المئذنة في الليالي العشر الأخيرة في فن جديد أيضا، وهو فن التوحيش، بمعنى يوحشكم أو سوف يرتحل هذا الشهر، فهو يبكي عليه قبل فراقه. وكان هذا الرجل بكل تلقائية يكاد يبكي وهو يتحدث في الليالي الأخريات أو في أواخر شهر رمضان، وأنه ربما تكون هذه الليلة هي الليلة النهائية في شهر رمضان، وغدا سيأتي العيد، ولكنه لا يود لهذا العيد أن يأتي، وإنما يود لهذا الشهر أن يطول إلى ما يشاء الله. كل أسف لم تجمع هذه النصوص على مستوى القرى المصرية وربما العربية أيضا، لم تجمع لا هذه النصوص التي كان المسحراتية ينشدونها، ولا هؤلاء الذين يتباكون أو يبكون حقيقة على فراق هذا الشهر
بأغاني أو بقصائد شعرية، ربما تكون هذه القصائد كما قلت عامية، وكان أحرى بنا أن نجمعها قبيل أن تندثر. هنالك فن آخر ربما أشار إليه أخي الدكتور أحمد درويش والدكتور أيمن، وهي مجالس السمر التي كانت بعيدة صلاة التراويح تعقد في المنادر، ويأتي هؤلاء الكبار والصغار الذين يجلسون لكي يستمعوا إلى نوادر وإلى حكاية وإلى قصص وإلى مجالس سمر رمضانية تبدأ بآيات من القرآن الكريم وتنتهي بأشياء في الأدب والفكاهة والضحك والشعر الحلمنتيشي وما شابه ذلك. قلت إن هذه الحكاية كان أحرى بنا أن نجمعها، ولكن أتمنى من جامعاتنا المصرية والعربية أن تشكل فريق عمل لكي تجمع ما، لا أود أن أقول ما اختفى، ولكن ما يكاد يختفي في قرانا وفي مجتمعاتنا العربية. هنالك قبل أن أختم، لأني ربما أكون قد تجاوزت الوقت الذي حدده الدكتور أيمن، ولكن ربما تبقى لنا هنالك ذكريات أدبائنا عن شهر رمضان، وهنالك حقيقة بعض المجلات ومنها الثقافة الجديدة قد أفردت أعدادا كثيرة لذكريات الأدباء والمفكرين والنقاد حول شهر رمضان، وهو أدب أيضا نفيس يجب أن يجمع، لأنه كما قلت هو أشبه بصور من السير الذاتية. كل التحية لكم، وكل العام رمضان، ورمضان هو شهر الحب والتسامح، فكل العام أنتم خير، شكرا لكم. شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا معالي الدكتور محمد، لقد أمتعتنا في هذه التطوافة اليومية. الحقيقة هناك كتاب كما تفضلت دكتور محمد به، هناك كتاب قيم للأكاديمي العظيم المرفوق الأستاذ الدكتور حسين مجيب المصري بعنوان رمضان في الأدب العربي والتركي والفارسي، وقد جمع في هذا الكتاب القيم أشعاراً كثيرة عبر التراث العربي، في من الشعراء من مدح في هذا الشهر، ومنهم من تناوله على سبيل الفكاهة والضيق، ومنهم إلى آخر، يعني سياق واسع. هذا الشهر الكريم يمتد في جميع الاتجاهات، في المعاجم وفي الفلكلور وفي اللغة وفي النحو والصرف وفي كل اتجاهات اللغة العربية وبنية الأدب العربي بصفة عامة. عموماً رمضان يا أمل النفوس الضامئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام، طافت بك الأرواح السابحة كأسراب الحمام. رمضان نجوى مخلص للمسلمين والسلام. الآن أريد أن أنتقل لمظهر آخر قيم وعظيم من مظاهر رمضان. رمضان كما تجلى في الشعر العامي وخاصة مسحراتي عن فؤاد حداد، طبعا رمضان فرصة للتعود على فعل الخير والعطاء وما تهفو إليه النفوس من البراءة والصفاء وما تختزله القلوب من الطهارة والنقاء، وهو يتجذر في الحس الشعبي، يعني يتجلى هذا في روعة أداء الشاعر العظيم فؤاد حداد في المسحرات. هذا الأداء الذي يختزن في داخل الكلمات والمجازات والصور الروح الشعبي أو القاع الشعبي أو القوة الناعمة الشعبية داخل الشعر العربي العامي. وانتقل الآن لمعالي الدكتور أحمد عبد الحميد، أستاذ علم اللغة بجامعة عين شمس، وهو باحث مرموق له أبحاث، له بحوث كثيرة منشورة
داخل الوطن العربي وخارج الوطن العربي، والحقيقة لولا ضيق الوقت لعددت له المآثر تلو المآثر. تفضل الأخ الكريم الآن يتناول هذا الجانب، تفضل. خالص الشكر دكتور أيمن، وأكرر التحية لكل الأساتذة دكتور أحمد، الفاضل. حضراتكم سامعيني كده؟ نعم آه أسمعك تفضل. يا دكتور أحمد، تفضل. أكرر التحية للأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ الدكتور محمود نحلة، الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى، الدكتور محمد يونس، وكل الأصدقاء الأعزاء، وطبعا أخص بالشكر دكتور أيمن الذي قدمني هذه التقدمة. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. في حقيقة الأمر، بمجرد أن أثار الدكتور أحمد درويش اقتراحه حول عقد ندوة حول رمضان في الأدب العربي، لم يعني يأخذ يعني لم آخذ كثيرا من الوقت لأفكر في موضوع ما سأتحدث عنه. يعني كان فؤاد حداد أول ما تبادر إلى الذهن، وهناك سببان لهذا القرار السريع في حقيقة الأمر. الأمر الأول أو السبب الأول هو أن فؤاد حداد شاعر رمضاني بامتياز. لا أقول ذلك باعتبار ما تواتر عنه أو عرف عنه في الثقافة النخبوية لدى النخبة من ديوان المسحرات وغيرها من الدواوين والأشعار، ولكن أيضا أن هذا تعدى أو تجاوز نطاق الثقافة النخبوية ووصل إلى الثقافة الجماهيرية. وهذا أمر أرجو أن يكون ما زال قائما، أن يكون الوعي الجماهيري العام ما زال محتفظا لفؤاد حداد في علاقته برمضان بهذه المكان. طبعا هذا تم من خلال صوت وألحان سيد مكاوي رحمة الله عليه. وربما يعني من باب أن الشيء بالشيء يذكر، ما زالت الإذاعة المصرية، وهذا أمر يحمد لها، تحتفل برمضان على طريقتها الخاصة باستحضار أشعار فؤاد حداد مرة أخرى، ليس فقط الأشعار الرمضانية، يعني على إذاعة الأغاني وفي بعض المنابر الإذاعية الأخرى نجد مثلا أنه بمجرد أن يحل شهر رمضان تعيد الإذاعة تقديم أشعاره في ديوانه الشهير من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. وهو ليس ديوان رمضانية بالمعنى الضيق، هو ديوان حول تاريخ القاهرة، وكان قد قدم في حلقات مغناة في عام 1969 حين كانت جمهورية مصر العربية أو الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت تحتفل بمرور 1000 عام على إنشاء القاهرة. فارتبط رمضان بفؤاد حداد، وصار كل ما لفؤاد حداد مرتبطا برمضان بالتبعية. لكن حديثي اليوم في حقيقة الأمر ليس عن المسحرات وليس عن الأشعار المشهورة لفؤاد حداد حول رمضان، ولكن حديثي عن ديوان أظن أنه مغمور لم يتحدث عنه كثيرون من قبل لفؤاد حداد أيضا عن رمضان أيضا، وهو طيوف الجنة والكوثر على الطريق الرمضاني. وهذا ديوان له خصوصيته. أولا هو واحد من الدواوين التي كتبت في السنوات الأخيرة التي سبقت رحيل فؤاد حداد رحمة الله عليه. فؤاد حداد توفي عام 1985، وفي السنوات الخمس الأخيرة كتب ثلثي أشعاره كلها، ويبدو أنه كان يستحضر مقولته في إحدى قصائده، يقول يعني كان حالف تحت عين الله، تحت عين الله ياخذ حقه من موته. يبدو أن فؤاد حداد كان في هذه السنوات الخمس يريد أن يأخذ حقه من موته بأن يكتب ما وسعته القدرة على الكتاب، وبالفعل أنجز كثيرا جدا من الأشعار في هذه الفترة، ومن بينها هذا الديوان طيوف الجنة والكوثر على الطريق الرمضاني. لكن لهذا الديوان خصوصية أخرى تتعلق بأنه مكتوب بالكامل بالفصحى. والحقيقة أن هذا أمر ليس مستغربا على فؤاد حداد، ففؤاد حداد هو شاعر معالي الدكتور عميق. احمد، عفوا سؤالتك دون ان اقطع كلامك الكريم، الصوره غير موجوده، انت الان صورتك الكريمه غير ظاهره، هل تريد ذلك ام نستكمل الحوار؟ هذه مشكلة في الجهاز الخاص بي. تمام، تفضل تفضل. تمام، تمام. هذا الديوان مكتوب بالكامل بالفصحى، وهذا أمر ليس مستغربا على فؤاد حداد، لأنه في حقيقة الأمر أن يقال إنه شاعر عامي هذا فيه بعض التبسيط المخل. هو شاعر كبير، وهو شاعر قادر على تجاوز ثنائية الفصحى والعامية. ودائما في حقيقة الأمر أشير إلى هذا الأمر لطلابي حين أدرس لهم في نطاق علم اللغة واللهجة
وأبين الخصائص الأساسية الفارقة بينهما، ثم أقول لهم إن هناك متصل ما بين الفصحى والعامية، وعلى هذا المتصل نقاط متعددة فيها قدر كبير من المزج بين الفصحى والعامية. أستاذ الدكتور محمد سعيد البدوي في كتابه مستويات الفصحى في مصر فصل القول في هذا الأمر، لكن في ساحة الإبداع يتجاوز الشاعر المطبوع الشاعر القوي هذه الثنائية ويكتب ما شاءت له القريحة أن يكتب. وهناك قصائد كاملة لفؤاد حداد لا تستطيع أن تقرأها كاملة بالعامية ولا أن تقرأها كاملة بالفصحى، لكن هذا الديوان مكتوب بالكامل من أول كلمة إلى آخر كلمة بالفصحى. ولعل أساتذة الأدب يعني الذين يبدون تحفظا على دراسة شعر العامية لدى طلابهم وباحثيهم أن يعيدوا النظر في هذا الأمر وأن يدرسوا هذا الديوان المكتوب بالفصحى في حقيقة الأمر. لكن الخصوصية لا تتعلق فقط بأنه مكتوب بالكامل بالفصحى، تتعلق بأنه ديوان ذو بنية شديدة الصرامة والدقة. يعني أنا لا أظن أن فؤاد حداد كتب هذا الديوان مستلهما قريحته ويكتب ما شاءت له الكتابة، هو في حقيقة الأمر وضع خطة صارمة للكتابة. الديوان مكون من 29 نشيدا، وليس قصيدة لكن نشيد، وكل نشيد له عنوان والعنوان طويل بعض الشيء، وهذه واحدة من يعني من مآثر شعراء السبعينيات في الفصحى وما بعدها، ومن بشكل من أشكال التجريب، لكن هذا ظاهر أيضا عنده. كل نشيد له عنوان طويل، وفي بداية كل نشيد يكرر كتابة الآية نفسها من القرآن الكريم: ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات، قل كل قد علم صلاته وتسبيحه والله أعلم بما يفعلون، في بداية كل نشيد. ثم بعد هذه الآية نجد نصف النشيد تقريبا يكتب نثرا، وهو نثر بعضه مسبوع وبعضه ليس كذلك، ثم ينتقل من النثر في النصف الثاني من النشيد إلى الشعر، وهو شعر في الغالب من المشطور، ويعني بين بحري الرمز والمنسرح، هو شعر بسيط ليس على المستوى الموسيقي، ليس من البحور المعقدة، لا يعني هو يعني يمكن أن يغنى، يمكن أن يحفظ بسهولة، وهذه سمة غالبة لدى فؤاد حداد في حقيقة الأمر. وفي كل نشيد يبدأ بعد الآية الكريمة بهذه العبارة: يقول القلب السليم الفؤاد ابن الحداد عبد الله. طبعا هذه المسألة ليست مسألة شكلية، لأنه إذا كان الديوان عن طيوف الجنة والكوثر ومفردة الطيف لا تشير إلى الذات أو إلى الكينونة في تعينها الواقعي، ولكنها تشير إلى ما يؤشر أو ما يشير بطرف خفي إلى الذات المتعينة أو إلى الكينونة الواقعية. فنحن لسنا أمام أعيان للأشياء في القصائد، نحن أمام أطياف لها، ونحن لسنا أمام فؤاد حداد الذي يكتب، لكن فؤاد حداد الذي يتخيل نفسه وهو يقول، الذي يتأمل ذاته عن بعد، يعني هو يأخذ مسافة من الذات. طيب، ما علاقة هذا بالديوان بأكمله؟ الديوان هو عن طيوف الجنة والكوثر، بمعنى أنه ديوان في التأمل الصوفي إلى حد كبير، ها، في بعض المواجد الرمضانية التي لا يمكن أن تفهم فهما مباشرا، الأمر أقرب إلى الأشعار الرمزية. يعني نحن إذا بحثنا في هذا الديوان عن دلالات واضحة، وفؤاد حداد بالمناسبة هو شاعر في كثير مما قدم شاعر واضح الدلالة، هو شاعر قومي وشاعر إسلامي وشاعر وطني، يمكن أن تقرأ بعض قصائده فتجدها مانيفستوهات وطنية وقومية شديدة الوضوح، الأرض بتتكلم عربي مثلا. لكن في هذا الديوان هو الشاعر المتأمل الصوفي الذي يستحضر الأطياف ولا يستحضر الأشياء المتعينة، ها، ولذلك التجربة القرائية في هذا الديوان تجربة شديدة الصعوبة. يعني أنا حين قرأته لأول مرة، نمذج يا دكتور احمد، حاضر نسمع حاضر يا دكتور نموذج، أحمد، أنا جاي في نسمع الكلام، نموذج حاضر لكي حاضر، نتابع الحديث الشيق. الله يبارك في حضرتك. حين قرأته أول مرة قلت ليست هذه الطريقة الصحيحة لقراءة هذا الديوان. هذا الديوان في حقيقة الأمر، وأنا والله لا أمزح ولا أبالغ، يعني يحتاج إلى أن بعد صلاة التراويح تتوضأ وتصلي ركعتين وتستحضر المواجد الرمضانية ثم تقرأ الديوان.
حتى يصل إليك ما يقصده من معاني. تراويح الصعوبة فين شعرية، أيضا؟ تراويح شعرية، نعم، تراويح شعرية. حاجة أقرب إلى هذا والله. هذا ليس من قبيل المبالغة ولا من قبيل الطرافة، هذا حقيقي إلى حد كبير. وأنا يعني أنا أجزم أن فؤاد حداد صادق في كل ما كتب، وهو صاحب تجربة شديدة الخصوصية في الانتقال من المذهب البروتستانتي إلى الإسلام، وأنه أصلا لبناني الأصل لكنه تمصر ويعني صار شاعرا عروبيا كبيرا، فهو صاحب تجربة خصبة وصادقة إلى حد كبير يعني. ما أقول أن التجربة القرائية صعبة لهذا الطابع الرمزي المكثف، وأيضا لسبب آخر مهم، وهو الإشارات المتكررة لبعض الأشخاص الذين لا يتعدى وجودهم في الدواوين الإشارة، محض الإشارة. يعني فؤاد حداد له مثلا في أيام العجب والموت قصيدة كاملة عن جودة سعيد الديب، وهذا واحد كان يعني صديقه في المعتقل وله قصة شهيرة، والقصيدة واضحة في الكلام عن جودة سعيد الديب، لكن هنا كلام عن بعض الأشخاص بسرعة، أشخاص يعرفهم فؤاد حداد حق المعرفة، ولكنهم موجودون على سبيل الإشارة التي لا تكترث بكثير من الوضوح، لأنه لا يتحدث عن الجنة والكوثر، لا يتحدث عن الزنزانة وعن السجن وعن العنبر وعن رمضان الذي يخصه، لكن هو يتحدث عن طيوف لكل هذا الأمر. سأعطي مثال لأوضح فكرتي. دكتور أحمد، تفضل، نعم نحن ننتظر. نحن تفضل يا دكتور أيمن. نصغي إليكم، نصغي إليكم، الصوت انقطع كده. أنا فقط يعني أحضر الجزء الذي نعم سأقرأه. نعم يقول هذا من الأناشيد 29، ولاحظوا أنه يعني يكاد يكون عدد الأناشيد ممثلا لعدد أيام شهر رمضان إذا أتى ناقصا يوما يعني. يقول القلب السليم الفؤاد بن الحداد عبد الله لم يكن مولد الرفاعي، ولكن بقي على العيد 3 4 ليال من رمضان. عمك إبراهيم الفران لا يبرح ضاحكا ولا يبرح مكانه. البلابل من طيور الليل، وكانت في ديواني من طيور النهار أيضا. والبنات يرحن ويجئن بالكعك صاجات على صاجات، وهو صوت رحب مثل البصر أم طارئ مثل إرضاع اليتيم. لا أدري هل يزيده ثباتا أو يقلقه طلب المرونة وإيثار العافية. هذا هو من الجزء النثري في أول كل نشيد، نعم ولاحظوا الإشارة إلى عم إبراهيم، وهذه الإشارة الأولى والأخيرة. نحن نعرف من هذا الشخص، لكن علينا أن يعني نجتهد في التجربة القرائية لكي نصل إلى الإيحاء الذي يقصده فؤاد حداد. لا أشبه عينيه من السهر إلا بالسعال الديكي، يشفى منه كل عام ويقول إنه لا يصيب الطفل إلا مرة واحدة. كنت أصف الفران لا أريد غيره، تمام فكيف وصفت مسحراتي؟ أم وصفت نفسي؟ أم السيد يوسف؟ أم القرية القاهرية أعماق عيوني؟ أم الرفاعي بين الموالد؟ أم الناس لن يسمعوني إلا في رمضان على الطريقة الرمضانية؟ أنا الذي قلت التفت لي فرد شيخي أم طفلي؟ بل يراد بهم ما لا يريدون، بل كنت في الشعر البوصيري وفي التأريخ ابن خلدون، أنا كنت الصدى الصائم على الطريق الرمضاني، وما كنت الصدى الأجوف، كنت بدريا نسائم على طبلتي تشد الحبال الطروبة، ويقال عن شعر العروبة في هذا الأوان بحر تمام العذوبة تمام والعنفوان. كده فكرة أنه أنا فاضل دقيقتين بس لن أطيل أكثر من ذلك. عندما يقول كنت في الشعر البوصيري وفي التأريخ ابن خلدون، هذا ليس من سبيل الفخر بالذات، لكن هو على سبيل تشقق الذوات أو تخييل الذوات أو إذابة الحدود الفاصلة بين الذوات، وهذا هو جوهر كل شعر صوفي. في كل شعر صوفي وفقما يراه من الظنون آخرون في حقيقة الأمر، أنا لا أختص لهذا الأمر بنفسي، هذا الألق الكوني، هذا البهاء والجمال المطلق الموجود خلف كل ظاهر في باطن موحد يتجلى في كل الموجودات. وإذا كان هذا الباطن واحدا كليا، فهو في وجوده في كل موجود ليس مختلفا. فحين يتدبر الإنسان أمره على المستوى الصوفي، يستطيع أن يرى في كل الموجودات شيئا واحدا أو قريبا من أن يكون واحدا، فتذوب الفواصل. ولذلك حين يقول في بداية كل نشيد، يقول القلب السليم الفؤاد بن الحداد عبد الله، هو وفقا لتجربته هو لا يرى نفسه أو لا يرى الأشياء من منظور ذاته باعتباره مركز الأشياء، ولكن هو باعتباره تجليا من تجليات متعددة لروح كونية كلية
من طيوف الجنة والكوثر على الطريق الرمضاني. أكرر الشكر لحضراتكم جميعا، وأكرر الشكر للأستاذ الدكتور أحمد درويش ولكل الأساتذة الأفاضل على هذه الفرصة، وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير. شكرا شكرا. شكرا شكرا جزيلا معالي الدكتور احمد، لقد اتحدثنا بنمط جديد وبلون جديد وبنفس جديد من اساس رمضان. ورحم الله العقاد العظيم الذي قال ان اللهجه العاميه التي اتخذها بيرم اداه له في الكتابه لا تتناقض ابدا مع العروبه والثقافه العربيه، لان بيرم لم يكن يكتب بالعاميه ليعبر عما هو اقليمي ومحدود، بل ليعبر عن الروح العربية بلهجة شائعة من اللهجات التي يتكلمها العرب في حياتهم اليومية. حقيقة لا نستطيع أن نفلت أبدا من زخم إيقاع فؤاد حداد وكثافة تأملات صلاح جاهين ونفاذ وعي سيد حجاب، فكأنه كوكتيل شعبي فلكلوري تأملي يفوح بحكمة طين الوجود والوهاب خلق الشوارع وأسرار شجى الحياة. هؤلاء شعراء كبار في نظري يكتبون بخفة الهواء الطلق لو صح التعبير، يعني يكتبون كتابة مرهفة الخفة نافذة العمق، نافذة العمق في وقت واحد، أبسط التعبير وأرق الكلمات، ترى شعرا ساخنا كالقيظ حادا كالشفرة، يمتلك روح اللغة والخيال وقادر أن ينطق روح العامية المصرية أعمق أشجان الروح وأنفذ خبرة التاريخ. حقا أكرر تقديري واحترامي الجليل للأستاذ الجليل العلامة دكتور أحمد درويش الذي ينير أفقنا في هذه الليلة المباركة، شكرا وأنا شكرا يعني كان يجب أن نكون في إصغاء كامل لك يا أستاذ الجليل. سلام. وأيضا أكرر تقديري واحترامي ومودتي لأستاذنا الجليل الدكتور يوسف نوفل الذي أتحفنا بشاعر كبير أحمد عنتر مصطفى من لجنة الشعر، وأقدم كل التقدير والاحترام للأستاذ وائل رئيس الإدارة المركزية والأستاذ إبراهيم حسين. الآن أنتقل لأستاذنا الدكتور محمد يونس أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس. أستاذنا الجليل يعني هو نار على علم شكرا ورجل يعني تعلمنا كثيرا على يديه شكرا شكرا المباركتين، شكرا وله من الكتب الكثير والكثير والمقالات. الوقت ضيق، أريد أن أعطيك كل الوقت في الكلام، تفضل يا أستاذنا. شكرا جزيلا شكرا شكرا. السلام عليكم، عليكم وأتمنى السلام ورحمة الله. ندوة طيبة في ليلة طيبة مباركة إن شاء الله، وحديثي بالإشارة إلى ما ورد في الحديث الشريف: إذا جاء شهر رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. موضوع الندوة موضوع يعني جيد طيب في حينه، نحن الآن في شهر رمضان الذي تمضي أيامه الآن سريعا دون توقف. موضوع الندوة رمضان في الأدب العربي، وهنا يتبادر إلى أذهاننا موقف شعرائنا في العصر الحديث. هناك قصائد عن شهر رمضان، أظن أن شعراء العصر الحديث تفردوا بها، يعني جعلوا لشهر رمضان قصائد مخصوصة. أذكر منهم على سبيل المثال مصطفى صادق الرفعي، محمود حسن إسماعيل عدة قصائد، شاعر آخر غير معروف ولكن ينبغي أن يعرف، محمد السيد الداوودي، لعله كان واحدا من كبار رجال وزارة التربية والتعليم المشهود لهم بالإبداع والتأليف في مجالات شتى. الكلام عن رمضان في الأدب العربي يجعلني أتذكر أشياء. أتذكر مثلا أن المستشرق لين، إدوارد لين، الذي عاش في مصر بضع سنوات من سنة 1825 تقريبا إلى سنة 1833، في كتابه وصف الكثير من مظاهر شهر رمضان التي كانت في القرن التاسع عشر، في مطالع القرن التاسع عشر. أذكر أيضا حين طرح موضوع
إقامة ندوة عن شهر رمضان المبارك، رمضان في الأدب العربي، رجعت بي الذاكرة إلى المكتبة الثقافية التي كنت أتابعها، وكان هناك عدد من أعدادها عن رمضان، هكذا كان عنوان للمؤلف حسن عبد الوهاب. وأذكر أن هذا الكتاب أو هذا الكتيب في مكتبتي، فسارعت إلى البحث عنه، وقضيت أياما إلى أن وجدته أخيرا، ووجدت على غلافه يعني أنني أرخت لتاريخ اقتنائه في أول مارس سنة 1960. كتاب صغير لكنه واحد من الكتب التي تدل على اهتمام المصريين بصفة خاصة بشهر رمضان. حين نقول شهر رمضان فلا شك أن مصر بالذات لها عناية خاصة بهذا الشهر من جميع النواحي. فمنذ القدم هناك احتفالات برؤية شهر رمضان، بأول يوم في شهر رمضان، بالمسحرات، بكل ما يتصل بهذا الشهر، بوداع رمضان، توحيش كما قال الأستاذ الدكتور الفاضل محمد أبو الفضل الدراني، بوصف الفانوس. وبالمناسبة هذا الوصف هو ورد عند قدمائنا منذ القرن السادس أو السابع الهجري. وصف أمور كثيرة متعلقة بالأطعمة المصاحبة لهذا الشهر، الكنافة والقطايف إلى آخره. كأن هذا كله داخل في تراثنا الشعبي الذي ينبغي أن يجمع وأن يعرف وأن يعتد به إلى جانب أدبنا الرسمي. الكلام عن الفوانيس والمصابيح وإلى آخره، هناك مثلا في عصر الخليفة المأمون وكاتبه المشهور أحمد بن يوسف ابن القاسم ابن صبيح، هذا الكاتب هو من أصول مصرية قبطية، قال له الخليفة المأمون اكتب لنا كتابا يحث العمال فيه على الاستكثار من المصابيح في شهر رمضان. تحكي الروايات في ذلك عدة حكايات، منها مثلا أن أحمد بن يوسف يقول: ظللت أياما أفكر فيما أكتبه وأحار، لأنه لم يسبقني أحد إلى الكتابة في مثل هذا الموضوع، إلى أن جادت قريحته وكتب ما كتب مما حفظته المصادر القديمة عن مسألة الإكثار من شهر الإكثار من المصابيح والإنارة في شهر رمضان. أذكر أن مما قاله: إن في الإكثار من المصابيح أنسا للسابلة وإضاءة للمتهجدين، إلى آخر ما قاله في هذا. إلى الآن طبعا يحرص المصريون بصفة خاصة على أن ينيروا شوارعهم ومساجدهم وأن يظهروها في أبهى حلة من الضياء. أشعار كثيرة وردت في ثنايا قصائد القدماء عن شهر الصيام. على سبيل المثال للحصر، فهي كثيرة جدا، لو جمعت لا ملأت مجلدا كاملا كبيرا يعني. على سبيل المثال ابن الرومي الشاعر في قصيدة من الشعر المجزوء يقول فيه: شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آب أغسطس، شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آب، خفت العذاب فصمته، خفت العذاب فصمته، فوقعت في نفس العذاب. فأجابه شاعر آخر على نفس الوزن والروي: اليوم فيه كأنه من طوله يوم الحساب، والليل فيه
كأنه بين التواصل والعتاب. شعر آخر من المؤكد أنه يمدح، فورد ذكر الصيام عرضا في أثناء مديحه، فيقول لممدوحه: نلت في الصيام نمت آسف نلت في الصيام ما ترتجيه، ووقاك الإله ما تتقيه، ووقاك الإله، صح، ووقاك الإله ما تتقيه، أنت في الناس مثل شهرك في الأشهر، ومثل ليلة القدر فيه. جميل. نماذج كثيرة لا أريد أن أطيل، أذكر منها تميم بن المعز تمام. تقريبا يمدح أخاه العزيز بالله يعني، فيقول له: شهر الصيام أجل شهر مقبل، وبه يمحص كل ذنب مثقل. طبعا لن يعني أروي ما تبقى من ما بعد هذا البيت يعني، لأنه يجعل الخليفة حسب لا، احنا العقيدة عايزين نسمعه، لابد ان نسمعه. عقيدتهم حسب عقيدتهم يجعله في مصاف الآلهة أو فيه جزء آلهة. نعم، يعني البيت التالي ده يقول مشاحة. فيه: تعال. وكذاك أنت، وكذاك أنت، أبر من وطئ الحصى، وأجل أبناء النبي المرسل، وهكذا يعني يمدح خليفته. ابن المعتز أيضا هذا الشاعر، وكان خليفة وابن خليفة، وهو من هو له ديوانه كبير وله مؤلفاته، يقول بعد أن انتهى شهر الصيام، وعلى فكرة القدماء احتفلوا كثيرا بالانتهاء من شهر رمضان، بإقبال الفطر يعني، وبالانفراج الذي يأتي بعد شهر الصيام والإقبال على الطعام والشراب يعني. فابن المعتز يقول: أهلا بفطر قد أتاك هلاله. وهناك روايات أخرى متعددة بدل أتاك، أهلا بفطر قد أتاك هلاله، فالآن فغدو إلى السرور وبكري، فالآن فغدو إلى السرور وبكري. السرور هذه بديل عن المدام، يعني رواية أخرى: تأويل. فالآن فغدو إلى المدام وبكري. نعم. كأن كلمة المدام هنا لا نعم. يصح أن تقال في لا، مناسبة ربما يكون كريمة. إلى المدام يا دكتور محمد، إلى المدام، مش لازم إلى المدام. أو إلى الصحابي مثلا في البيت. نعم. وأتبعه ببيت آخر، ذلك البيت الذي أثار يعني نقاشا وجدلا بين النقاد عن طبيعة التشبيهات والصور التي كانت لدى قدمائنا، وأنها كانت تميل إلى الحسية ووصف الحسية بالحسية أكثر من أي شيء آخر. فهو بعد هذا البيت الذي يقول فيه: أهلا بفطر قد أتاك هلاله، فالآن فغدو إلى السرور وبكري، يقول عن وصف الهلال يعني، ذلك الهلال الذي يشبه القوس: فكأنما هو زورق من فضة قد أثقلت حمولة عم. هذه التشبيهات التي كانوا يعني يفتنون فيها، فوصف هذا الهلال كما هو معروف، من المعنى واضح، وصف تمام. هذا الهلال اللامع بأنه زورق من فضة، وأن هذا الزورق يحمل حمولة ثقيلة ثمينة غالية من عنبر ذلك الطين.
أشعار كثيرة كثيرة تمام. جدا، لا أريد أن أطيل، لعلي لم أطل في كلامي، إنما هناك ما هو الكثير مما يمكن أن يقال عن هذا الشهر الكريم، و يعني المؤلفات كثيرة عن شهر رمضان، ويبقى القول بأن هذه الندوة يعني فرصة طيبة لكي نستمع، وأنا سعدت بهذه الكلمات من الأستاذ المبدع الأستاذ أحمد عنتر مصطفى، من الأستاذ الدكتور محمود نحلة، الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد عمر، وشكرا للناقد المتألق دائما الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وللأستاذ الدكتور يوسف نوفل، طبعا الشكر خاصة إلى الزميل الكريم والعميد والناقد الكبير أستاذ دكتور أيمن كائلك. شكرا للجنة الدراسات الأدبية واللغوية التي أنا أشرف بأنني عضو فيها، وللجنة الشعر أيضا، وللقائمين على المجلس الأعلى للثقافة، والأستاذ وائل والأستاذة آية، وليلة طيبة، وسعدت بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله عليكم السلام. وبركاته. أحسنت يا دكتور محمد. شكر أحسنت. أستاذنا الجليل على لكم. هذا التطواف البديع الجميل، وكأن الشعر العربي يعني يعطينا نمطا جديدا من أنماط علاقة الروح بالسماء. عرف في شهر رمضان كيف يزاوج الإسلام العظيم بين الروح والجسد، المادة والقيمة، بين الواقع والمثل، وهكذا ينبغي لنا كما قال الشاعر أو قال الشاعر أن نفهم الصوم. وقد يخيل إلي أن الإسلام العظيم لا يمكن يريد لنا في هذا الشهر أن يعرى المسلم من جواذب المادة أو من رهق المادة وهواتف الأرض أو نداءات التراب أو نداءات الغرائز، ليجعل من الإنسان روحا فضائية سابحة في نور الكمالات. هذا بعيد جدا، لأن معنى ذلك أننا أو أنه يفرغ الفرد أو يفرغ الفرد من طبيعته ليملأه بطبيعة أخرى غير حقيقية وغير إنسانية، ربما تكون أثيرية ملائكية، ولكن هذا الشعر البديع الجميل يعطينا هذا التوازن الحي بين الأرض والسماء. وهذه ميزة الكبرى من ميزات الثقافة العربية الإسلامية، أنها توازن دائما بين الماثل والمثال. حقيقة يعني كنت أود أن أعطي الكلمة لأستاذنا الجليل العلامة الدكتور أحمد درويش، يعني كان يعني له يعني يتحفنا بلغته السخية ومعانيه الجليلة. لا أبدا، نحن استمتعنا بكل ما قيل، ونريد أن نثقل على الفنيين الذين يتابعون تسجيل وبث هذه الندوة الهامة جدا. لكن نعم نحن نشكر طبعا ضيوفنا الكرام بالدرجة الأولى، الأستاذ الدكتور أبو الفضل بدران والشاعر أحمد عنتر مصطفى، ونشكر أيضا أبطال لجنة الدراسات الأدبية نعم وعلى رأسهم الدكتور أيمن تعيلم الذي أدار الندوة عفوا باقتدار، والأستاذ عفوا الدكتور محمد يونس، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد، والدكتور محمود نحلة. الكل ساهم في إحياء هذه الليلة الرمضانية الكريمة، ومن حسن الحظ أن ما قيل سجل على وسائل التسجيل في المجلس الأعلى للثقافة، وسوف يكون هذا التسجيل حيا يستفيدونه من لم يكن معنا الليلة غدا وبعد غد وإلى أبد الأبدين. شكرا لكم جميعا، ونلتقي على خير في ندوات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأساتذة الأجلاء الكرام، الأستاذ الدكتور محمد الفضل بدران، الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى، أستاذنا الجليل الدكتور محمود نحلة، الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد، الأستاذ الجليل محمد يونس، وكل عام وأنتم بخير.